نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أنفق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أترى كل منك يجلسك في حلة بعمار وبكى لكنه مثلات الأبطار في جسدات السيد. Muna nan cikin tafsirin suratul Sajdah da kafin sallah na Eidul Adha mun zo mu tsaya kan aya ta 6. Zalika alimul ghaib washahadatul azimur rahim. Idan mun tashi aya ta 7 cikin wanda karatun minti 25 zuwa 6 ke da insha Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. شرم فرقوك يا ذلك
ومن شر الشيطان نبيه وشركه ومن شر الشيطان وشركه إنك شركه تركه إنك شركه شرك ابن شدك وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم أنظر ذلك تقول لنا إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك يا بكارا مي ما إلى شيء فلا سابيا بمتي إلا كفلت أبنشي سوء أولا يا فكر فانتا يكد مجرية إذن أبن لك تجي أعوذ لك لشر نفسي وكما أثبتني أمام فرسكايب ما بجيسا أشاطك كان أمين وما بأن الله تقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك لكن دولة ذكا يقول طريني حتى شيء أقوم شديد من يبركة كلها فإنما حتى فشديد من يبركة ما ذكرا جائزة كم بزيد بركة تهدى القوانا بالجشيني ألا شيني عالم الغيب والشهادة هم شيني العزيز هم شيني الرحيم لكن من دورة قرآني ألا إلى سوى عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الدورة التغابر فظنكم هذا يقول الله أن جماعة ربك ينا هذا شدا الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم هذا الرحمن الرحيم لا تكاوفنا فقال الله أن جماعة ربك الله منك ونشيني عالم الغيب ومشيني عالم الغيب والشهادة ومشيني العزيز ومشيني الرحيم تقصف الشيء الذي أحسن كل شيء خلقه شيني ودي إن كنت هلبتا كومي لكومي أقرق شيء تقديم وأن آية الذي أحسن كل شيء خلقه كذا خلق الإمام البغوي رحمه الله تعالى قرأ نافع وأهل الكوفة خلق بفتح اللام خلق على الفعل ونظم فيه الذي أحسن كل شيء خلق على الفعل وقرأ الآخرون بسكونها amma sauran banda nafi da mutanen kufa su suna karanta shi ne allazi ahsana kulli shay'in khalqa khalq ya zama mai kenan ya zama suna ce ai ahsana khalqa kulli shay ya inganta halittar komai da komai abdurrahman ibn nasir sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yace allazi ahsana kulli shay'in khalqa أي كل مخلوق خلقه الله تك أبند الله هلتا تقول الله يكندت يا جوتا لذا تنها لفين الله كذا أقوي ملائكة لذا تنها لفين الله أقوي الجن لذا تنها لفين الله أقوي مسالك لذا تنها لفين الله أقوي العرش شين أكبر المخلوقات أتنها لفين الله أقوي الكرسي أتنها لفين الله أقوي السماوات لأن كذا الله مجمعنا بكثير الله الذي خلق السماوات والأرض لأقيكم ما بين السماء والأرض كما هو واجب هنا باشر بايا سما بايا كذا وما بينهما في فدة أيام ثم استوى على العرش وكذلك هنا هو واجب ولا الله اللي ستوك الذي أحسن كل شيء خلقه الله إن أنت هلتك كومي لكومي فإن الله أحسن خلقه كومي لكومي الله إن أنت هلتك شيء dosi Allah mai girma duk kai kebance mutum a cikin duk abin da ya halitta kaga wannan yana maka muhimmancin dan adam ce a duk abin da Allah ya halitta sai Allah ya kebance dan adam sai ce wa bada'a khalqal insani min tin sai Allah ya fara halittar dan adam dan adam anan abin da ake nufi al insan shine wake nan shine adam wa khalaqa wa zalika bi khalqi adam alayhi salam أبي البشر وأنا أنكر ولد حليتم بابا مكينا النبي آدم عليه السلام وكان كينا الذي أحسن كل شيء خلقه
وبدأ خلق الإنسان من طين. لو أنا كدوب قرآني أن ألا يجب أنبت هلتا الذي أهزن كل شيء خلق وبدأ خلق الإنسان. الإنسان أنا لفن آدم عليه السلام شيني إنسان دمني كوكي زاو جاء فند ألا يجمع نفسها يجيب أمانا تيو ألم يكو نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. هذا هل انت هذا هل انت ذا دبي دبم مني ألم يكن نطفة من مني يمنى تكاد إنا هذا آياتنا لما في وزن أكرم آدم الذي أنزل كل شيء خلق وبدأ خلق الإنسان من طين آدم عليه السلام ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى وكنان سورة مثالية ألم نخلقكم من ماء مني فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرناه فنعم القادرون. النبي على الجنان سورة مثالية فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق. هذا وكنان النبي آدم يخرج من بين الصلب والترائب وجنان سورة مثالي بنا النبي آدم لو أن الله إكرام الله تدبري أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وأن النبي آدم جنان ودون الجنان الله مجمع ربك يا إنجلن تهلسهم كومي لبومي الذي أهدنا كل شيء خلقه. قال هذا ما فيه لك أما الذي أحسن كل شيء خلقه يا ذما سوناك ودون مجوبة يا ألا يكي أما تيند شيئتي هل تابعك ألا يجري ما نفكا في سورة التغابل كدوبة الليشنشي فكانوا وزن سورة لسورة التغابل ناقا كوين الليشنشي من تابون الليشنشي أوجن عالم الغيب والشهادة ينانا سورة السجدة ينانا كما سورة التغاوي عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم أنا كما عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم أنا وتالة الذي أحسن كل شيء خلق وأتن سورة التغاوي الذي يجمع لك سوى هو الذي خلقكم هو الذي خلقكم فمنكم كافر فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. الله جهة لكم أتكم أكوين كافر أكوين مؤمن أتي والله بما تعملون بصير جهة قبل من جهة لا نكفر وفيتي خالقا كغير جهة لكم الذي أحسن كل شيء خالقا وجد جهة لنت ما ينا وكاب لي فيك جهة لنت وقنا مؤمن dabbar Sicilia Ingoli Felicia yana tafi wanda za a ce mata sunan da irin sunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko matan annaba ga jinin dai Maryam ko Aisha ko Khadija ko Maimuna to yana Felicia Sicilia wajen kan halitta yaya yana tafi ta amma ita kuma fa ita wannan Maryam ko Aisha ko Khadija ko Maimuna ko Zuwayriya a gurin Allah kuma fa تابينا. والذي خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. آية أولى خلق السماوات والأرض بالحق الذي وصوركم الذي صورة لكم فأحسن صوركم لأنكم جودة صورة Allah ya ce wa ilaihi al-masir wa makoma ka bade tana gura Allah duk cikin da kake da shi kenan zaka dubun guri zaka zama abincin tsutsa a cikin kabari ne ka je baki al-gharqa kai kallo za a tola mutum an sa shi sannan bayan shekaru a zo a tola gurin ba zaka ga komai ba ba ma sai ka je ta nan da buta ta gani kusa kusa ce mai mai da ake ba zaka ga komai ba
Wannan Allah mai girma da kuka a cikin suratul jin ne jin. Laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim. Kaga halittar Allah sai Allah ya dinka koda shi ce ahsan mafi kyau. Duk wanda zai yi ba zai kai na Allah bane. Don wannan ka duba sujudul tilawa. Sujud at-tilawa. Me kake fadar kai sujjada? Ga addu'a nan anan cikin hisnu al-muslim addu'a ta nawa kenan wa zai kawo mana lambar addu'a ga ta nan bude addu'a ta nawa addu'a ta 50 daidai du'a'u sujudi tilawa sai ka ce sajada in kai sujjada ba ana kun bane ko subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la sai na ce sallan farilla kuna kula subuhul quddusun ta farilla ce amma sujudu tilawa kaga na kan special one da wannan ma sujudu ake tilawa sajada wajhi lillazi khalaqa sajada wajhi lillazi khalaqa allazi ahsana kull shay'in khalaqa sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu ana sai ka gabatar da ji akan gani wannan shi ma karatu ne jingime ne gabatar da ji akan gani haka yake a Qur'ani amma guri kadan an gabatar da gani akan ji karatu yana nan yana zuwa mana su 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 jira wa shaqqa min sam'ahu wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil kaga nasma'u ji inna allaha kana sami'an sai fara gabatar da ji basira sai kawo gani قد سمع الله قول قد سمع الله فبجي قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله الله يسمع تهاوركما ان الله كان سميعا بصيرا انا غباتن دجي اكن دجي مفي يوانجي اما غوي كنكني الله يغباتن دجي اكن دجي كو كوم كنني ني تو زي غبات اغا ان غباتن ايدو اكن كنني ها غوي بامبانشي ايدو دا كنني بو سنه كوما غوي بامبانشي جي دا غني وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن إن داري كيلو زي أفارة قبات الدجين أكن كني أما إن كيلو زي أفارة قبات الدجين أكن مي قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تسمعون كرابين الله ثم سواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة فيما ليس قليلا ما تشكرون وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين هذا الذي أحسن كل شيء خلقه Allah shi ya inganta halittar komai da komai wa bada khalqa al-insani min tin addu'a ta 50 cip a ina kenan a cikin hisbul muslim sai a duba duk lokacin da aka yi sujudu tilawa sai kai ne sai ka karanta wannan addu'a sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fa tabaraka Allahu ahsanul khaliqin wa bada khalqa al-insani min tin yani huna adam alayhi salam da wannan Allah ya ce dangane da halittar annabi adam alayhi salam id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin basharan min tin fa idha sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi wani yana daga cikin abubuwan da annabi adam yake ban da shi kadai Allah ya huta mai rai ونفخت فيه من روحي لكن ابو بكر النبي ادم يجي بنت دشي فقعوا له ساجدين وفادوا من السجده فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس استكبر وكان من الكافرين سي ابليس شي كده يكفنا منقطع سي شي كده ما كوي جرمن كاي يا زما cikin kafare kaga shi girman kai yana tura mutum zuwa kafirci Allah ke mastakbar من اكل معه خادم duk wanda zai hidiman shi zai zauna ya ci abinci tare da shi wallahi ba shi da hidiman ha wa rakiba al-kimara bi al-aswaq
يكذا الكلام اللي هو ما يبدأ فيه وجوديا ولا يبقى كذا في المنطقة. واحتلب الشاء واعتقل الشاة فحلبها أتي أن تولي مكة أفيا كتاتونونا باقة في المنطقة. ومن كيني كان لموتها كشيء أي يوم يزم وانك تهيموت النار ولا يبقى كذا في المنطقة. أنت وانا ذلك قولا ذاك إيا وانا باقة في المنطقة كاتوتي كوي جرمان كان رواني جرمان كان كاتوتي شكاتوا بذلك هي متكبر أنت بذلك إشارة موتر كموتر بذلك يتطوح إشارة بذلك هي بنيجي ناري جرما هو ني أستاذ متكبر أنقال يوانا يقول من ذا الله منتهى في الجواب منتهى وذا الجواب ما شاء الله ذلك يقول شيئا كفا بذلك هي متكبر أنت من ذا الله يقول أتا أي أيكم محمد قال هذا الرجل الأبيض المتكئ لكن ماذا الله يبدأ سنسا بأي قادة ما هو أيضا ما صلى الله عليه وسلم إبليل شيء جرمان كي ناقي جرمان كي فأو شيء روى نيم أرض جير موجه سياسة في كتبا وقال يا إبليل إما تنيا أبو بولا سيأتي مهندريش ميسا في كتا ميسا بابا قال لك اا كاي وانا عايشك احكينا. قال يا ابليس ما معناك ان تسجد لما خلقت بيدي. اما دي حكاشي ينا لكي استكبرت ام كنت من العالي ذكر من كاين يقول لي ما توكي لي كافي ان تورا لي كما تيتي. قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. إلى شتبقى قياسا فاسدا الذي أهزل كل شيء خلق وبدأ خلق الإنسان من طين. هذا ليس أن آدم كيف معنى النبي آدم عليه السلام لو أنك لو بصورة الحج إذا لا تبقى كومبرهنسيف يا ألا يا هلسة يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. المرحلة الأولى خلق من؟ آدم عليه السلام. ثم من نطفته وذلك باين آدم كائن كنا كذا واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق سودك من أهل الكذب من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة علقة وذلك من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول كتنجيب إلا إلا إن أهدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك علقة بدن جميل ثم يكون مضغة مثل ذلك بدن صوكا. وأنا أقول لك فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم بدن صوكا. Jadi dengan dia buta mereka, ya kekuana terida asyiknya. Mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin li mubayyina lakum. Yani li mubayyina lakum mada? Kamala kudratina. Cikat sejir wa Allah. Wa nukirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin muthamma. Di Allah ibarat jindir dengan asimai fa'itu wa lukatin Allah ibarat. La yadgani zati la tahayu wa ta'kara lakwana kata. كما يقول الثلج والنجيب من كل الله نيزل ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى باين لوك سيائي ثم نخرجكم طفلا سيئم سيئي كتور طفل تنك أن تكينا فوها ثم لتبلغوا أشدكم فنم كنا جرما فتنك تنك تنك هذه جرما ولك نوى منكم من يتوفى يعني قبل بلوغ الأشد الأشد هو الأشد كافي جرما يا موسى ومنكم من يرد الى اوضع العبور وانا نظل ذلك ممن واعوذ بك ان ارد الى اوضع العبور اقول يا موسى ما نجر ايها وكما قلت لنا وانا السيد فينا اتكيت انت كيف قال الله يتي الم يكن نطفه من مني يمنى دغنا كده تاكين بوينت من مني يمنى وكما قلنا كان من اصلنا من مني يمنى من ماء مني ونجر من كيف يجينا باب لو نطير في جمعك باقي وني أو كي ينا ألفا يشوف كاي فنزل بيقول إني لا تتبع
فبكونك نقطة نقطة من مخرج البول وأدخل في مخرج البول نينا ذنك أزل ذنك قبل بين ذنك أم كتنت كي لغا مقطة مفتاري لغا مقطة لمجي أكساك أكي مقطة نمش إذا نفركم كنقفة خريشان تجيفة موشي وسنن اكاني هكا كان اوكي ده كاشي اتيكينكا ديفينيشن اوريجينال ديفينيشن نا واي ني واي كي تنو لي جيرمان كاي ديفينيشن الذي يكون مفتا من مني يمنى ثم كان علقة فطلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى تؤير وانا يضع في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين هذا من طين النبي واجنا آدم ثم جعلناه نطفة واجنا وانا سورة متانية ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما لقد المضغة ودن فوق هذه الغمامي علاقة هناك هلفة كشي إن أنا هلفة كشي سيبكما فكسونا العظام لحما سيبكما قصدوا في أمي فلسة بيت 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 ناما زيها ما شاء الله ثم إنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين أبنى كتي فناكنا في ذول التلاوة سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين وانا آية كنا تبقي الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين في مذاكرة آية تبقي كنا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تبور به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته